قال عليهم الشياطين ارجعوا الى الله ارجعوا الى الله. يا شو بدك انت؟ لا اله الا الله محمد ارجعوا الى الله. بس نذبح النائب العام ولا لا؟ لا تذبحوا هذا ولا هذا اللي ذبحوا اولاد دده. بدنا نفصل وبالحرابي هذا كلهم قتلهم ما سورتين والكردي هذا اللي ما سورتين بدنا مشان نحط شهاده كله حرام حرام. حبيب قلبي والله اجلنا طلع اليوم على الشيخ مشان الشهر هاي الدنيا برد بالله والامام النووي نعذتوه والدعبي نعذتوه الله بنعذ بركتكم ارجعوا الى الله ارجعوا الى الله ارجعوا الى الله. ما بتقلبوا شيء لا انتم ولا بشار كله خرع عن خرع لا انت ولا هو. حجه ما احناش فاضيين توكل على الله حجه توكل على الله. لا انت ولا هو ما في مسؤول لا لكم ولا له بتضلوا تقطوا بعضكم مثل الحمير مثل مثل الدبش مثل الغنم. ارجعوا الى الله ارجعوا يا جد ارجعوا سنعود ارجعوا الى الله سنعود يا حجه سنعود ارجعوا القبر هالقده ما انتوش حاسدين الاستاذ بين الله بين الله بالدنيا. بيقول لك صلى استخاره كان يصفق يسقط النظام اسالي سقط ما بيسقط النظام لا الله بيرضى يسقط النظام ولا ارضى بينجحكم ولا بينجحوا كله شرق بعضه. قال احنا جوكم وانت عور خلي هالطابق مستور يا عرعور يا حاجه والله حاجة. الرجل شلت من الممشى عيت على عير اكبر عرعوره الله اكبر من الكذب عندكم كمشه أي. ومن الكذب مطموره نبجوره من القمح ما عندهم كمشه والكذب مطموره نبجوره ارجعوا لله ارجعوا ان شاء الله عرعوره بتغزل للحليب. دولتكم ملعونه لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقات او معروف او اصلاح بين الناس لا لا. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي هي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا والله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ب 50 مره هون متجوزات شيعيات يعني مثل اللي بتجوز الدبه وبرفع ليلها بالعوده. ارجعوا الى الله ارجعوا الى الله ارجعوا الى الله ارجعوا الى الله خافوا من الله ما بدكم هالذبح ولا بدكم هالقتل. جيناكم بالذبح اهجموا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يوم حرب الزيران الشاطرة اللي بدها تخبي ابنها ويلط من عروس ما بدناش روحهم. أما يوم جتكم مصاري أمريكا وسلاح أمريكا بدكم يخذوا بعضكم صح. كيفوا عقتل بعض كلام صحيح حاجة. ارجعوا إلى الله خلاص مروحين خلاص ارجعوا يا جدة ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك نجزي ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. قاعد ينظر كيف تعملوا بعدين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومفوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. ارجعوا يا جدة لا الله وراها وراها انت نبي بده يحضر عليكم كانوا تودوني على دار محمد الشيخ ودوني حجة والله ما احنا فاضيين ما احناش فاضيين يا حجة مع السلامة يا الله وحدي الله ما احناش فاضيين انا بدي اروح توكل على الله حجة توكل على الله وقف على الشارع ارجعوا لا الله توكل على الله توكل على الله يا خا يعني جاكم سيارة جت سيارة حجة تعال جاي